السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين الأوفياء، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة صوفيا شانيل اللي هي قناتي وقناتكم. إكرام بيلا نوفا ومعاناة نفسية جديدة، خصوصا في ظل هذا الأزمات اللي كيعيشها الزوج ديالها. إكرام بيلا نوفا كتدخل المستشفى بطلب من الزوج ديالها، كيف كتقول هي، خصوصا أنه بغي يبينها على أنها عندها اضطرابات نفسية وأنها غير مؤهلة لتربية الأطفال ديالها. خليكم مع إكرام بيلا نوفا والله يدير لها شي تاويل الخير ولكم أيضا. ولكن خوتي خواتاتي، قبل ما نخليكم مع إكرام بيلا نوفا، ما تنسوش لايك إذا أعجبكم الفيديو، تعليقكم بخصوص هذا الموضوع هذا، وكذلك الاشتراك إذا كنتي أول مرة كتشاهد القناة، فضلا وليس أمرا. جيت زعما نرتاح، انا جابني الشاب بلال هو اللي جابني هنا حطني ومشى. المهم القصه طويله، ما يمكنش نعاودها لكم في الانستغرام، وما يمكنش نعاود لكم الامور كيفاش دايره. المهم حنا كنحاولوا دابا بلاتي هي احسن، كنحاولوا ما نوضوا لا حرب لا كوار لا حتى حاجه، يبقاو الامور بيناتنا غاديه مزيانين بلا ما نوضوا الصداع وبيناتنا الدراري وبلا ما نوضوا المشاكل. تنحاولوا، المهم جا حطنا على اساس زعما انني انا ام مختلة عقليا غير قادرة على انها تربي الدراري، ومعانينا 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 دوك القوالب ديالو كاملين ضربهم ليه الطبيب في الزيرو، يعني ما عنده منين يشدني. المهم معانينا، معايا الله ورضاة الوالدين ورضاة ديالكم والدعوة ديالكم. بعد وغادي نعاود لكم، عطوني شويه ديال الوقت.